غادي نحضروا مع بعض سردين كواري بطريقه جد سهله وجميله. غناخد 1 كيلو ديال السردين من بعد ما قشرته حيت لي القشور ديالو والعظم ديالو، غادي نطحنه في الميكسور، ما غاديش نطحنه بزاف غير شويه، ومن بعد غنزيد ليه 1 ربعة الفصوص ديال الثوم، وغادي نزيد معاه القزبر والمعدنوس سبق لي قطعتهم غنضيفهم عليه. وهنا غادي نضيف التوابل، غادي نضيف 1 ملعقة ديال الخرقوم أو الكركم، وغادي نضيف كذلك 1 ملعقة صغيرة لبزار، وجوج معالق ديال البابريكا أو التحميرة، وغنضيف 2 معالق ديال الكمون. هنا انا نسيت ما ضفتش الملح، كنضيف 1 ملعقة ديال الملح، وكنميكسيو كلشي. من بعد ما كنميكسي كنعاود نزيد 1 شوية ديال الزيت، وكنعاود نطحن. هنا انا حتى طحنت وعاد ضفت الملح والروز. هنا عندي 1 كمية قليلة من الروز العادي، وهنا قطعت 1 البصلة وغادي نزيد عليها شوية ديال الزيت، وغادي نشحرها حتى تبدا تطيح شوية. عاد غنضيف لها 1 مطيشة وحدة، واللي عنده مطيشة اللي معلبة يمكن له يضيف 1 ملعقة معجون الطماطم. انا هنا ما عنديش، اكتفيت فقط بحبة الطماطم. وهنا ضفت 1 2 معالق ديال البابريكا ولا التحميره، وجوج المعالق الكمون، ملعقه ديال الابزار صغيره، وملعقه ديال الكمون، وكنخلط العناصر جميعا حتى كنحس بهم غير شويه بداو كيتشحروا، وكنضيف ليهم شويه الماء باش ديك العطريه ما تحرقش، وكنخلط المكونات كاملين على هذا الشكل. كن بعد كنزيد عليهم 1 شوية ديال القزبر ومعدنوس، وكنضيف كأس ديال الماء. وهنا قطعت 1 2 ديال الجزر على شكل دائري، كنديرهم هما الاولين لتحت في قاع الطنجرة. وهنا 4 حبات بطاطس، كنقطعها كذلك على شكل دائري، كنحطها كنستف الطاطا ديالي كامله. ومن بعد كناخذ ديك الكفته ديال السردين اللي حضرت، وكنديرها كويرات على شكل دائري بحال هكذا، وكنستفها فوق البطاطا. غنستمر بنفس العمليه حتى نكمل، وكيجي على هذا الشكل. وهنا غادي نضيف 1 الفلفله مقطعه على شكل دائري، ونضيفها من فوق ديال الكفته. الطبق كيجي لذيذ في رمضان كيف ما كتشوفوا. هنا ضفت الفلفله، وغادي ناخذ القليل من الزيتون وحامض مصير، وكنضيفهم من الفوق 3 طريفات الحامض مصير مع الزيتون، اي نوعيه الزيتون، احمر ولا اخضر، المهم على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا ضفت الخضر، كنستمر حتى كنزين الطبق ديالي بالزيتون. وهنا خديت حبة ديال الطماطم وبشرتها، وزدت عليها شوية زيت الملح الابزار الكمون والتحميرة، وغادي نخلطهم مع بعض بهذه الطريقة. كنخلطهم جميع صافي، وكنضيفهم على الطبق ديالي، كيعطينا 1 المذاق جديد، وكتجي عندنا لاصوص ديال الطبق كيجي مدغمر. بالصحه والعافيه، جربوه وخليولي شي كومونتير زوينه. هنا الطبق ديالي ملي وجد، بالصحه والعافيه.